بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء على بركة الله وحفظه دائما، أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط جديد موفق إن شاء الله، انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين هنا مع هذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق الموفق إن شاء الله، وشوطنا العاشر خصوص للجعدان المهجنات الأصايل، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. ما شاء الله أذهب هناك لهملول محمد بن سالم بن عبيد بن مردد المضاوي، هو من يسيطر شعار على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني مرموق محمد بن سيف بن حسين أيضا يدفع بمرموق. ثالث المراكز هناك مشكور محمد بن عبد الله بن صبيح الفلاسي أيضا يأتي يدفع بمشكور. وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع أيضا نتعرف هنا على هذه الشعارات الحاضرة هنا مع مزاح السيد علي بن حميد الرزي الشامسي، وثاني هو ذا اللي لقب بالمضمر الصغير في هذا الميدان. وبينما اللي في المركز الخامس هناك من يأتي مشجي لعبد الله بن صالح الجاري أيضا أبناء الزبير يتواجدون. وفي سادس المراكز أم فنين هنا مع سراب علي بن مطر بالساحر الاجتبي. وفي المركز السابع ما شاء الله حاضر هنا مشامي لسيد مطر بن عتيج ومطر القبيسي على السابع المراكز. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن شعار من على ثامن المراكز ما شاء الله من يتواجد في هذه اللحظة شاهين. بينما اللي في تستاسع المراكز هنا من يأتي الحذر عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وقف وقف. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة حاضرة هنا مع هذا الانطلاق الجميل والمميز ما شاء الله. اذهب إلى الصدارة أو بالنايع 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 اللي مسيطر على المركز الأول، اللي صامد على مقدمة الشوط ما شاء الله. هنا مع هملول لمحمد بن سالم عبيد مردد المضاوي مسيطر وصامد على مقدمة الشوط وحاضر مع هذا الانطلاق الجميل والموفق. بينما اللي في المركز الثاني هنا يأتي مزاح، يلا يا جماعة بدأ وقت الجد، ما بقى إلا اثنين عن بقية الانتهاء هذا الشوط، يعني بن حميد الرزي الشامسي. وفي المركز الثالث شعار بن بروك ولا القبيسي أيضا يتواجد هنا مع مطر بن عتيج بن مطر القبيسي اللي هو الشامي. وفي المركز الرابع من يصل في هذه اللحظات الحذر عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان. وفي الخامس المراكز سراب علي بن مطر بالساحر الاجتبي. وفي المركز السابع المركز الخامس شعار بالساحر. وفي سادس المراكز ما شاء الله شعار بن مردد هنا مع شاهين بدر بن ناصر بن مردد. وفي المركز السابع وصل هنا مشكور محمد بن عبد الله بن صبيح الفلاسي. وفي ثامن المراكز هنا اللي هو مشجي عبد الله بن صالح الجاري. هكذا أيها الأخوة حضرت الأسامي هنا مع هذا الانطلاق ما شاء الله. الله 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 الله. كمبيوتر عربة النقل عامر الهاشم يقول لي مزاح. والله أتمنى إن شاء الله للجميع، أتمنى للجميع، ولكن التاريخ حافل مع أبو الهاشمي هنا في عربة النقل ما شاء الله. أذهب إلى الصدارة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط هملول لمحمد وسالم عبيد مردد أيضا يأتي وحاضر مع الكيلو الأخير. بينما هنا مزاح في ثاني المراكز، وقلنا لك الرزي بدأ وقت الجد، علي بن حميد الرزي الشامسي هو المتألق والداعم لهذا الشعار. بينما اللي في المركز الثالث من يأتي هناك من الجانب الثاني الشامي مطر بن عتيج القبيسي. وفي المركز الرابع من يصل في هذه اللحظة حاضر عبد الله بن حميد بن حميدان. وفي المركز الخامس مشكور للسيد محمد بن عبد الله بن صبيح. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة. سادسا لعلي بن مطر بالساحر. وسابع المراكز
بدر بن ناصر من مردد. ها هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة. والستمية متر الأخيرة، الستمية متر الأخيرة المعلنة والمحددة من صاحب الموقف، من صاحب الموقف، من سيد الناموس في هذا الشوط. ما شاء الله مزاح، وهنا حملول مزاح حملول. اسمع والله، من خذ المركز الأول شوف الجماهير سوت، شوف جماهيرك يا ثاني. الله 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 الله، سلام يا المضمر الصغير. ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي، وبقول باي باي. سلام 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 سلام، مزاح مزاح أيها الإخوة. ما يعرف المزاح يعرف الجد، في موقع الجد، في تاريخ الجد. وقلت هاني دائما موصولة لك يا أبو، يا أبو أحمد، سلام عليك يا أبو أحمد، سلام لهذا الشعار المتعلق الثابت والدائم في هذا الطلاق. وسعد الله صباحكم يا هالي مشرف، جود مورنينج، جود ناموس، وجود الرزي. بقول في هذا الشوط هنينا لعلي بن حميد الرزي، وشكرا للمضمر الصغير ثاني، المركز الثاني للسيد محمد بن سالم مردد، والمركز الثالث علي بن مطلب الساحل، المركز الرابع عبد الله بن حميد بن سيد بن حميدان، خامس المراكز للسيد مطر بن عتيج بن مطر القبيسي. ما شاء الله مزاح ايها الاخوه، في هذه اللحظات ينتزع المركز الوطنينا لعلي بن حميد الرزي، وشكرا للمضمر الصغير ثاني بن حميد، علي بن حميد، 6 دقائق 17 ثانيه 26 جزم الثاني. تهانينا والناموس.